عقد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم وعبر تقنية الاتصال المرئي اجتماعا مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين بحضور سعادة رئيس الأمن العام وعددا من ممثلي المؤسسات الإعلامية، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة والعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وفي بداية الاجتماع ألقى معالي كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، يسعدني أن نلتقي في هذا اليوم، ويطيب لي بداية أن أشيد بدوركم الإنساني الهام، مؤكدا أننا نضع يدنا بيدكم في المحافظة على القيم والمبادئ الإنسانية السامية والتي كانت حاضرة وبقوة وجلاء في الكلمة السامية التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وإذ أثمن عاليا المضامين الملكية السامية كونها تمثل خارطة الطريق للعمل الوطني وتعكس قرب جلالته من شعبه في مختلف المواقع والمناسبات، فإنني أشيد بتوجيهات مليكنا المفدى بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبناء التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة وفق ضوابط محددة، مؤكداً أن هذه التوجيهات نابعة من الحرص القيادي والأبوي لجلالته على حماية النسيج المجتمعي ورعايته للجميع بمن فيهم من أخطأوا وحادوا عن جادة الصواب من أجل العمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك امتداداً لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني حضاري وإنساني يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. الإخوة والأخوات، لا يخفى عليكم بأن ملف حقوق الإنسان يمثل قصة نجاح وطنية في مملكة البحرين تضافرت في رسمها المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية والتي استقت السند والدعم من رؤى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، التي جسدها ميثاق العمل الوطني والذي جاء ضامنا لحقوقنا جميعا ومعززا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أسس من الحرية والتسامح والتعايش المجتمعي واحترام الآخر، بما يؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني. ولكن بالرغم من واقعنا الإنساني المشرف الذي تجسده الحقائق الواضحة، إلا أن هناك ضجيجاً إعلامياً وافتراءات إعلامية تحاول النيل من إنجازاتنا الإنسانية الوطنية وتدعو في مضمونها إلى التفرقة والاصطفاف الطائفي وغرس الألم الوطني. إنه ولا شك إعلام تحريضي يشجع على نشر الفوضى، والسؤال الذي يطرح نفسه: من يخدم هذا النهج الإعلامي المضاد؟ هل هو خدمة للأعداء والمتربصين؟ إنه بدون شك لا يخدم مصلحة وتماسك شعوب المنطقة. ليكن معلوم لهذه المنصات والقنوات الإعلامية ومن يختبئ خلف أخبارها المسيئة بأن الفوضى لن تعود ولن نسمح لها بأن تعود،
وإنها اليوم مرفوضة بحرينيا، وإن شعب البحرين ولله الحمد متماسك ولن يلتفت إلى مثل هذه الأخبار والأصوات. ولقد تعلمنا من تاريخنا ومن تجاربنا كيف نتعامل مع الأزمات ونخرج منها بحال أفضل بعون الله، وأن أمورنا الداخلية نحن أدرى بإدارتها ورعايتها. وعلى كل حال فإننا جميعا نعمل بعزم وإرادة وإيمان صادق ضمن مساحات قائمة على المحبة والاهتمام والرعاية الملكية لشعب البحرين الراسخة في وجدان سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإن خير من ينفذ رؤى جلالته وتطلعاته المستقبلية السامية وبشهادة القاصي والداني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. ويبقى العزم والإخلاص الوطني لشعب البحرين الأبي العلامة الفاصلة في تخطي الأزمات وتجاوزها. الأخوة والأخوات، إن الأمن الخليجي اليوم في ظل ما يشهده الإقليم والعالم في الواقع من تقلبات وتغيرات متسارعة يتطلب منا تسخير طاقاتنا من أجل جمع الكلمة وتعزيز الهوية حماية لأهلنا ولمكتسباتنا الحيوية. ويمثل إعلامنا الوطني واجهتنا على العالم من خلال وجود استراتيجية إعلامية موحدة وأهدافها جامعة. وختاما فإنني وفي ظل هذا الوضع أؤكد أن تلك المقالطات الإعلامية طوال هذه السنين لم تغير الروابط العائلية الحميمة بين المواطنين والعائلات المشتركة في دولنا، لأنهم أكبر من هذه الأخبار والسحب الإعلامية المسيئة. أسأل الله أن يوفقنا في حماية هويتنا الإنسانية الوطنية السمحة في ظل قيادة راعي هذه المسيرة الخيرة المباركة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من جهته أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته أن البحرين أولت اهتماما كبيرا نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان بما يتماشى مع الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتنمية حقوق المواطن البحريني التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، موضحا أننا جميعا نتطلع للارتقاء بهذه المنظومة على مختلف المستويات وفق المعايير الدولية في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان بما يدعم تكامل الجهود المتعلقة بالجوانب الحقوقية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وفي سياق متصل ألقى الدكتور عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية كلمة أكد فيها أن الأدرى بحالة حقوق الإنسان في البحرين هم أبناء البلد، وما نجده هنا وهناك من تقارير مغلوطة أو بيانات سياسية تكتسي الثوب الحقوقي ما صدرت إلا لباعث سياسي لا علاقة له بواقع حقوق الإنسان في البحرين، ولا تمثل ثقلا دوليا، ولا تعدو أن تكون مجرد فقاعات إعلامية غايتها الكيد لما يتحقق من منجزات. بعد ذلك استمع معالي وزير الداخلية لعدد من مداخلات ورؤى المشاركين في الاجتماع حول جهود مملكة البحرين ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها، منوهين إلى أن حقوق الإنسان متأصلة في المجتمع البحريني وجزءا أصيلا من ثقافته وما يتمتع به من إمكانات تؤكد دوره الحضاري والإنساني.